السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم طلابنا الأعزاء؟ حصة اليوم إن شاء الله تعالى رح نقوم بأخذ قاعدة اسم التفضيل، لهيك بتمنى إنكم تفتحوا كتابكم صفحة 89 على قاعدة اسم التفضيل، تمام؟ معي يا سابع؟ معي؟ تمام. ما هو اسم التفضيل في العربية؟ اسم التفضيل عبارة عن اسم يدل على أن هناك شيئين أو شخصين بغض النظر اشتركا في صفة معينة، لكن بلغت الصفة عند شخص معين أو شيء معين أعلى من الطرف الآخر. يعني أنا كأنه بدي أفضل بصفة معينة بين شخصين أو شيئين، مثلا بدي أقارن بين لين وأليس، تمام؟ من حيث الطول، التنتين عندهم صفة الطول، أكيد التنتين عندهم صفة الطول، لكن مثلاً أليس أطول من لين، فبحكي أليس أطول من لين. كلمة أطول هي اسم تفضيل، إذا اسم التفضيل اسم يدل إنه في صفة اشترك فيها شخصين أو شيئين، لكن عند طرف معين بلغت بدرجة أعلى بحيث إنه صار هذا الشخص أو هذا الشيء يتصف بهذه الصفة، تمام يا سابع؟ وصلت شو معنى كلمة اسم التفضيل كتعريف؟ تمام؟ طيب، إذا الاسم يدل على أن شيئين اشتركا في صفة معينة، لكن زاد أحدهما عن الآخر. محمد أطول من أحمد مثلا، المبنى أعلى من المبنى الآخر، فلان أفضل من فلان. إذا أنا بستخدم أسماء بفضل فيها شخص أو شيء على شخص أو شيء آخر، تمام؟ زاد أحدهما على الآخر ويأتي على وزن أفعل. إذا الوزن اللي رح نمشي فيه باسم التفضيل أفعل، زي أطول، أقصر، أعظم، أكبر، وصلت؟ إذن على وزن أفعل، مثل أطول، أعظم، أقصر، أكبر إلى آخره. طبعاً هذا الوزن العام المشترك لاسم التفضيل. أمثلة: أحمد أطول من قصي. أحمد وقصي لديهم صفة الطول، لكن من الأطول من الآخر؟ من الأطول؟ من الأطول، أحمد أم قصي؟ عندما أقول أحمد أطول، أحمد أطول، إذا صفة الطول عند أحمد أكثر من صفة الطول عند قصي. أين اسم التفضيل في هذه الجملة؟ أين اسم التفضيل في هذه الجملة؟ اسم التفضيل يا سابع أطول، أحسنتم، وأطول جاءت على وزن أطول، جاءت على وزن ماذا أطول؟ على وزن أفعل، صح؟ إحنا حكينا اسم التفضيل أصلاً يأتي على وزن أفعل، تمام؟ طيب، أفعل، أفعل. طيب، العلم أنفع من المال، من الذي أنفع؟ العلم أم المال؟ أقول العلم أنفع من المال، من الذي أنفع؟ العلم، أحسنتم، العلم هو الأنفع. أين اسم التفضيل في هذه الجملة؟ أين اسم التفضيل؟ أنفع، أحسنتم، وأنفع أيضا جاءت على وزن أفعل، تمام؟ أنفع جاءت على وزن أفعل. الحرير أغلى من القطن، من الذي أغلى، الحرير أم القطن؟ الحرير، أحسنتم جميعا. أين اسم التفضيل الذي فضلت به الحرير على القطن؟ أين اسم التفضيل؟ أغلى، الحرير أغلى من القطن، أحسنتم. وعد الكريم ألزم من دين الغريم، من الذي وعده ألزم، الكريم أم الغريم؟ الكريم، أحسنتم، وعد الكريم. طيب، أين اسم التفضيل؟ بماذا فضلت وعد الكريم عن دين الغريم؟ بأنه ألزم، أحسنتم، إذن ألزم هي اسم التفضيل. إذا أنا جملة اسم التفضيل تتكون من أركان جملة التفضيل. الركن الأول بسمي المفضل، الركن الثاني اسم التفضيل اللي أنا بستخدمه، الركن الثالث بسميه المفضل علي. شو يعني؟ يعني لما جيت حكيت لكم الحرير أغلى من القطن، هاي الجملة تتكون من أركان. بيجي نشوف الأركان، اسم التفضيل وينه؟ وين اسم التفضيل؟ الحرير أغلى من القطن. وين اسم التفضيل في الجملة هاي؟ اسم التفضيل اللي هو على وزن أفعل، شو هو؟ الحرير أغلى من القطن، أغلى. إذا أغلى هي اسم التفضيل، هي عينا الركن الثاني. طيب، اللي قبل اسم التفضيل بسميه كركن مفضل، هو اللي فضلته، يعني الحرير أفضل من ناحية الغلاء من القطن، إذا ما قبل اسم التفضيل مفضل وما بعده بسميه مفضل عليه. يعني أنا فضلت الحرير عن القطن
لأنه أغلى. إذا ما قبل اسم التفضيل يسمى المفضل، وما بعد اسم التفضيل يسمى المفضل عليه، بحيث إنه أنا فضلت الحرير عن القطن بأغلى، أغلى هي اسم التفضيل. تمام يا سابع؟ تمام؟ تمام يا مس؟ أركان اسم التفضيل أو أركان جملة التفضيل، مفضل، اسم تفضيل، مفضل عليه. المفضل بيجي قبل اسم التفضيل، بعدين بيجيك اسم التفضيل بالنص، بعدين المفضل عليه. تمام؟ طيب نرجع، أعطيكم جملة. أحمد أطول من قصي، عين أركان جملة التفضيل. أحمد أطول من قصي، أين المفضل؟ أحمد، أحسنت يا محمد. أحمد هو المفضل اللي بيجي قبل اسم التفضيل المفضل. طب أين اسم التفضيل؟ أحمد المفضل، أين اسم التفضيل؟ الذي يأتي على وزن أفعال أطول، أحسنت يا أسيد. طب أين المفضل عليه اللي بيجي بعد اسم التفضيل؟ مين؟ قصي، أحسنتم جميعا، برافو عليكم يا سابع، برافو، وصلتكم الفكرة. طب الشيء الثاني اللي رح نحكي عنه، إنه يمكن صياغة اسم التفضيل من بعض الأفعال بطريقة مباشرة، مثل أسماء التفضيل اللي هي أطول وأقصر وأعظم وأكبر وأفضل وإلى آخره، أصلها أفعال، لأن أصل الأسماء في العربية دائماً الفعل، يعني أنا بشتق من الأفعال الأسماء، تمام؟ يعني لو أعطاني فعل وطلب مني أعمل منه اسم تفضيل، راح أعمله كلمة على وزن أفعال. لو أعطاني كبرة، كبرة فعل، حكالي أعمل من الفعل اسم تفضيل، كبرة على وزن أفعال شو بتصير؟ أكبر، برافو عليكم. طب صغرة على وزن أفعال ماذا تصبح؟ أصغر، أحسنتم. قصرة على وزن أفعال ماذا تصبح؟ أقصر، أحسنتم يا سابع، برافو عليكم. فضلة على وزن أفعال ماذا تصبح؟ أفضل، برافو. طيب عظمة على وزن أفعال ماذا تصبح؟ أعظم، أحسنتم. إذا أنا لو أعطاني أي فعل ثلاثي، فعل ثلاثي زي عظمة وقصرة وكبرة، وطلب مني أعمل منه اسم تفضيل، بعمله كلمة على وزن أفعال. فعلياً أنا بضيف همزة بالأول وبحط الحركات، لأنه أصلاً هو مكون من ثلاث حروف، لكن لازم يكون ببلش بهمزة، لأنه الكلمة لازم تكون على وزن أفعل مع الحركات. تمام يا سابع؟ تمام؟ تمام؟ حد عنده سؤال لهون؟ إذاً أي فعل ثلاثي بيعطيني إياه، بيطلب مني أعمل منه اسم تفضيل، بعمله كلمة على وزن شو؟ كلمة على وزن شو يا سابع؟ كلمة على وزن أفعل، أحسنت يا نديم ولين وريتاج ومحمد وسديل وملك، برافو عليكم. طيب في حدا عنده أي سؤال؟ في حدا عنده أي سؤال على اسم التفضيل؟ إذا اسم التفضيل بدور على كلمة على وزن أفعل، تمام؟ طيب إذا الأمور تمام، خلينا نحل أسئلتها، لأن القاعدة كتير بسيطة، هي صفحة 90، تدريباتها موجودة صفحة 90. نفتح كتابنا صفحة 90 يا سابع، كتير سهلة لأنه ما فيها إعراب ولا فيها شيء، بس إنه نميز إنه اسم التفضيل كلمة على وزن أفعال، تمام؟ بقارن بين شغلتين، عند شغلة معينة فاقت الصفة أكثر، تمام يا سابع؟ طيب سؤال الأول، عين اسم التفضيل في كل مما يأتي. ما أضيف شيء إلى شيء أحسن من علم إلى علم، أين اسم التفضيل في هذه الجملة على وزن أفعال؟ إذا أنا بدي أحط ببالي إني بدي أدور على كلمة على وزن أفعال. ما هي؟ أحسن، أحسنتم. يقال ما أضيف شيء إلى شيء أحسن، إذا أحسن هي اسم التفضيل. قرنت بين شغلتين لكن العلم هو الأحسن، برافو عليكم. نهر النيل أطول من نهر الفرات، أين اسم التفضيل في هذه الجملة؟ أحسنتم، على وزن أفعل تصبح أطول. قرنت بين نهر النيل والفرات، التنين كأنهر طويلة، لكن من الذي أطول؟ النيل أم الفرات؟ من الذي أطول؟ نهر النيل أم الفرات يا سابع؟ نهر الذي أحسنتم، النيل. مكة والمدينة أشرف المدن، كثير من المدن شريفات، لكن أشرف المدن هي مكة والمدينة، اسم التفضيل أحسنتم، أشرف، على وزن أفعل. الصدق أجدى من الكذب، أي أفضل، أجدى بمعنى أفضل وأكثر فائدة، أجدى، أحسنتم. إذا أجدى هو اسم التفضيل، برافو عليكم يا سابع، برافو. طيب السؤال الثاني، استخدم كلا مما يأتي مما يلي في جمل مفيدة بحيث تكون اسم تفضيل. أكبر، أعطوني اسم جملة فيها أكبر اسم تفضيل. أبي أكبر من أمي، أحسنتم. جملة أخرى، أنا أكبر من أخي ريتاج، عبد العزيز، محمد، أحمد أكبر من قصي. تستطيعون أن تضعون أي جملة تشاءون، مثلا سأضع أول جملة، أبي أكبر من أمي. هسا الأب والأم الاثنين
كبيرين في العمر، لكن من الذي أكبر؟ أبي. طيب أجمل، أجمل يا سابع، أجمل البحر أجمل من الماذا؟ الربيع أجمل الفصول. أحسنتم. كلمة أجمل لازم يكون اسم تفضيل، يعني أنا بدي أقارن بين طرفين يكونوا واضحين. أمي أجمل من أختي مثلاً، مثلاً الربيع أجمل الفصول، كل الفصول جميلة لكن أنا فضلت الربيع أكثر من الفصول الأخرى. طيب أحسنتم. أقوى، أعطوني جملة على أقوى. أقوى، الحديد أقوى من الخشب. أحسنت يا عدي، الحديد أقوى من الخشب. طبعا تستطيعون أن تضعون أي جملة تشاءون على أن تكون هذه الأسماء اسم تفضيل. أحسنتم جميعا. أبقى، أبقى أي لديه فائدة ودوامان أكثر. هاتوا جملة مثلا أحمد، هي على أقوى يا عادل، أحمد أقوى من قصي. تمام برافو، بدي على كلمة أبقى. أبقى أبي أقوى، خلصنا أقوى، بدي أبقى. أبقى مثلا الخير أبقى من الشر. أحسنتم، الخير أبقى من الشر. تمام يا سابع، حد عنده أي سؤال هون؟ طيب السؤال الثالث، صغ من كل فعل مما يأتي اسم تفضيل ثم ضعه في جملة مفيدة. يعني بدي أحط ببالي أن الأفعال بدي أعملها على وزن أفعل عشان تصير اسم تفضيل. كرم على وزن أفعل ماذا تصبح؟ أكرم. أحسنتم. علم على وزن أفعل ماذا تصبح؟ أعلم. برافو يا أليس، برافو يا عامر، برافو يا لين، ليتاج. أحسنتم، أعلم. لطف على وزن أفعل ماذا تصبح؟ ألطف. أنتم ألطف الناس يا سامع، برافو عليكم، ألطف. طيب طاب على وزن أفعل ماذا تصبح؟ لما بدي أقارن طعام، أحسنتم، أطيب. بحكي هذا مثلا أطيب من ذاك، لما بذوق طعام معين بحكي إنه هذا الطعام أطيب من ذاك مثلا. عذب على وزن أفعل ماذا تصبح؟ عذب على وزن أفعل ماذا تصبح؟ أعذب يا نديم. أحسنت. طبعا السؤال طالب إنه نحط جمل على الكلمات، هاي بعد عملت اسم تفضيل. هذا السؤال الجمل اللي عليه رح تكون واجب. إذا السؤال الثالث عملنا على وزن أفعل، أنتم مطلوب منكم تكملوا السؤال على شكل واجب، تكتبوا جمل على الكلمات هاي بحيث إنه تكون هاي الكلمات شمالها اسم تفضيل وتبعتوه على الواتساب. تمام يا سابع؟ أبقى مثال على أبقى، الخير أبقى من الشر يا أسيد. تمام يا سابع، إذا الجمل رح تكون واجب عليكم. طبعا رح نكمل، ضل سؤال أخير. السؤال الأخير، ميز اسم التفضيل من غيره. يعني مش كل كلمة وزن أفعل ممكن تكون اسم تفضيل. اسم التفضيل بده يكون في مقارنة بين، مقارنة بين شغلتين واضحة. الظالم أكثر الناس ظلما لنفسه أكثر، هل جاءت اسم تفضيل أم لم تأتي هنا؟ اسم تفضيل. إذا أنا قارنت بين الظالم والناس، الظالم بيظلم نفسه أكثر من الناس التانيين. طالما قارنت إذا هذا اسم تفضيل، إذا هنا أكثر جاءت اسم تفضيل. طيب جملة ثانية مثلا، طيب أعلى البناء سور الحديقة، أعلى يعني بناها بشكل مرتفع، هل جاءت هنا اسم تفضيل؟ أحسنتم، هنا جاءت كفعل، أعلى يعني جعل البناء أعلى، ما قارنت بين بنائين عشان تكون أعلى اسم تفضيل. مرة ثانية باسم التفضيل يشترط يكون في مقارنة، هون ما أجت اسم تفضيل، ما قارنت، إذا أعلى هنا جاءت فعل وليست اسم تفضيل، ليست، خلينا نكتب اسم تفضيل، ما أجت اسم تفضيل هون، لأنه أنا استخدمت إنه البناء استخدم فعل وهو أعلى، اجعله أعلى، ما قارنت بين بنائين عشان تكون على اسم تفضيل. طيب الحق أرفع مكان في قلب صاحبه. أحسنتم، قارنت إنه القلب في كثير من الأماكن وكثير من الأشخاص، لما أحكي إنه الحق أرفع يعني مكانته مقارنة مع مكانة أشياء أخرى أرفع، طالما في مقارنة إذا أرفع هنا جاءت اسم تفضيل. أحسنتم جميعا. إذا خلينا نميز إنه اسم التفضيل لازم يكون في مقارنة بين شغلتين، لازم يكون في مقارنة، طالما ما قارنت فبطلت اسم تفضيل، لأنه اسمي اسم تفضيل يعني بدي أفضل شيء على شيء آخر بصفة فيه. تمام يا سابع؟ حد عنده أي سؤال؟ الواجب اللي سألني عليه اللي هو السؤال الثالث، تكتبوا لي جمل على الأسماء التفضيل اللي عملناهم، هم أكرم وأعلم وألطف وأطيب وأعظم، إيه أعظم، تبعتهم على الواتساب. تمام؟ حد عنده أي سؤال؟ حد عنده أي سؤال؟
ليش ما ذكرت اسمك معتصم؟ برافو يا معتصم. الواجب على الدفتر يا سابع، تكتب الجمل على الدفتر بتصوروها وبتبعتوها للمس على الواتساب، تمام؟ تمام يا سابع. القاعدة جدا سهلة، أصلا لا تعد قاعدة، بس إنه بدي أميز اسم التفضيل، إنه كلمة على وزن أفعل يا آدم، كلمة على وزن أفعل زي أطول أقصر أعظم. إذا جاب لي أستخرج اسم تفضيل بدي أدور كلمة على وزن أفعل زي أطول أقصر أعظم. شو معنى اسم التفضيل؟ بقارن بين شغلتين أو شيئين، بقارن بين شغلتين أو شيئين عند طرف معين بلغت الصفة أكثر من الطرف الآخر. بقارن بين طول أحمد وقصي، بحكي أحمد أطول من قصي، أطول هي اسم التفضيل. الكلمة التي تأتي على وزن أفعل وتفصل بين شيئين بقارن بينهم، هذا هو اسم التفضيل. تمام يا آدم، احضر الفيديو مرة ثانية، احضر الفيديو. تمام. السؤال الخامس، أنا ما عندي سؤال خامس بطبعتي، فما بعرف شو السؤال الخامس. احنا نسينا السؤال الخامس، صح؟ شكرا يا مين اللي ذكرني؟ أليس، شكرا. طب خلينا ناخذ السؤال الخامس وننهي. أكمل الفراغ باختيار الكلمة مما بين القوسين، يا راح أختار أشد أو أقل أو أقوى حسب معنى الجملة. مياه البحر الميت مقارنة بمياه البحر الأحمر، ملوحة. ما بحكي أشد، أكثر ملوحة. التنين فيه ملوحة لكن البحر الميت ملوحة أكثر من البحر الأحمر، أحسنتم. الأسد من الذئب، الأسد من الذئب، ماله الأسد من الذئب؟ أقوى، أقوى، أحسنتم. أنا ما عندي، ثواني، هي أشد، ليش جبت أكثر؟ ما بعرف، هي أشد الكلمة اللي موجودة معكم، أشد. مياه البحر الميت أشد ملوحة من مياه البحر الأحمر. الأسد أقوى من الذئب. أيام شهر شباط مقارنة مع بقية الشهور أقل، اللي هو شهر اثنين. تمام؟ تمام؟ هيك بنكون خلصنا الأسئلة. بتمنى إنكم تراجعوا القاعدة مرة ثانية، هي أصلاً كتير سهلة وتحل الواجب اللي طلبته منكم، وإن شاء الله تعالى بشوفكم بحصة قادمة. يعطيكم العافية.